ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ منور. انسان طيب. وانت طيب حبيبي. قلت لي احلى منى معاك. يلا ليه؟ على طول. ليه ما فكرتش كده وعلى طول يلا انا معاك؟ لا احنا بص احنا بصفه عامه مؤمنين في الشركه عندنا بالخدمه المجتمعيه. CSR ده جزء كبير من البروجرام بتاعنا، لان انا شايف بصراحه ان في قصور في الحته دي في مصر شويه. يعني في مصر وطار من الاقتصادات الناميه، في الدول المتطوره على راسهم على بلد في العالم امريكا، نسبه الفالنتير ورك تعدي متطوعين 41%. تخيل لو 41% من الشعب المصري، واحنا تعدادنا داخل في 105 او 110 مليون واحد، 41% بيتطوع مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع، هيبقى في كام ساعه عمل من اجل النهضه بالمجتمع. وهو ده دورنا، ان احنا نشجع الناس ونكون قدوه. ان احنا نزود 41% من المجتمع. هم 300 مليون واحد، 41% منهم بيتطوعوا بساعات اسبوعيه في العمل المجتمعي، فده بيساعد في نهضه المجتمع ككل. وهي بصفه عامه انا مؤمن ان في رساله ان كل جيل يسيب البلد للجيل اللي بعده احسن. صح. لو كلنا تطوعنا او على الاقل نصنا تطوع بساعات عمل، تخيل كميه الانتاج وكميه ساعات العمل والقدره اللي هنقدر نعملها. انا متاكد ان احنا نقدر نغير حياه الناس ونساهم في دفع عجله الانتاج والاقتصاد. انا عاجبني قوي المصطلح اللي انت حضرتك دايما، حتى لما كلمتك في التليفون قلت لي سعيد هو الموضوع تبرعات ولا الموضوع استدامه؟ فقلت لك استدامه، فرحت انت قايل لي احنا بنحب نغير حياه الناس. صحيح، لان هو ده الهدف. عجبتني قوي الجمله دي من عندك. التبرعات قصيره الامد، ولكن في الاخر انا بقول لك انا بفكر في حياه اجيال جايه بعدنا كمان، ان هو لازم نغير. الهدف ان احنا نغير حياه الناس ونقدر نخليهم منتجين اكتر وقادرين اكتر عن طريق المساعده في كل مجال نقدر عليه، سواء كان تعليم او صحه او دعم او اي حاجه. انت بتحب التكنولوجيا؟ انا بموت في التكنولوجيا. انا بصفه عامه شركه يعني ميالين للتكنولوجيا بقدر المستطاع. عايز اقول لك حتى يعني من المستهدفات اللي انا حاططها السنه دي في الشركه ان احنا نبدا نستخدم برامج الاي اي بشكل كبير. الاي اي طبعا عشان نزود الانتاجيه بتاعتنا ونقلل التكلفه. وانا شايف الشركه اللي مش هتعتمد على التكنولوجيا في كل السيستمز اللي هي شغاله فيها اصبحت جزء من الماضي، لان هو الثوره اللي احنا فيها دلوقتي هي ثوره تكنولوجيه، ثوره معلوماتيه تكنولوجيه، فلابد ان نواكب العصر اللي احنا فيه. طيب اكيد طبعا شركه مدار، طالما حضرتك بتكلمني على اهتمامك بالتكنولوجيا، عايز اعرف انت مدخل التكنولوجيا في ايه بقى في الشركه؟ في كل حاجه، يعني كل حاجه، كل السيستمز اللي عندنا جوه الشركه. احنا بنين الانفراستراكشر بتاعت السيستم على سمارت سيستمز، حتى في شغل الموظفين وفي علاقتنا بالكاستمر كير والسيرفيز اللي بتتعمل والريبورتات اللي بتطلع. والحمد لله احنا وصلنا ان احنا بقينا اول شركه تطوير عقاري في مصر تقريبا، وي هاف ا فولي اوتوميتد سيستم لكل الانترنال سيستمز اللي احنا شغالين بيها. فده بيسرع من انتاجيتنا، بيزود من الكفاءه، بيقلل من الايرور، بيخلينا نقدر نحول الداتا لانفورميشن يتاخد عليها قرارات تكون يعني اقرب للصواب في اداره الشركه في التوجهات في الفتره الضبابيه اللي احنا فيها. اكيد طبعا. اكيد. طب ما جيتش كده مثلا وانت قاعد مع البورد ممبرز كده اعضاء مجلس الاداره وبعدين بتقول لهم يا جماعه انا عايز اعمل سيستم ذكي وعايز اعمل وعايز اعمل وعايز اعمل، دي بتساوي فلوس كذا ودي بتساوي فلوس كذا، دي اكيد طبعا تكلفه اوفر، هل هم وافقوا على طول على المقترح والفكره ولا قالوا انت هتحملنا بقى فلوس زياده بقى يا احمد؟ بالعكس، هو دايما كان في دعم بصراحه من البورد وتشجيع ويمكن دفع كمان، يعني خليني اقول، لان في الاخر هو في تكلفه استثماريه في الاول، ولكن على اللونج ران بتوقف أرخص وبتوقف أحسن. صح. لأنك بتزود إنتاجية، بتزود كفاءة، بتقلل أخطاء، وبتقلل عدد ساعات العمل اللي بتحتاجها بعد كده كل ما بتطور من التكنولوجيا. وهو ده الطريق اللي إحنا ماشيين فيه. طبعا أكيد. دايما بيقول المدير الناجح اللي بيعرف يدي تاسكات كتيرة للموظفين في وقت واحد ويتابع تنفيذها، هل أنت بتستعين بالتكنولوجيا ولا أنت لسه زي ورقة وقلم كده؟ النهاردة أنا قلت لمحمود مثلا، النهارده قلت الكريم يعمل مش عارف ايه. لا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انت لو دخلت مكتبي مش هتلاقي عليه ورقه. مفيش ورقه. رئيس مجلس الاداره. انا تقريبا مانع الطباعه في الشركه، احنا ما بنستخدمش ورق. كل حياتنا على السيستمز، على السوفت ويرز، نتعامل مع بعض ثرو الانترنال سيستمز بتاعتنا. انا حتى يعني عندي كل حاجه دوكيومنتد.
ما بالظبط، هي موجوده قدام موجودة الناس كلها، وقادرين الناس كلها تشوفها، حتى الابروفلز والحاجات بتاعتنا كلها اي سيجنتشر. فاحنا بالعكس، انا ضد استخدام الورق وضد استخدام اي حاجه من الحاجات دي. وكل حتى الكالندر بتاعتي، مواعيدنا، التو دو ليست بتاعتنا كلها شغاله على سوفت ويرز، انها بتسهل التنظيم وبتقدر تخليني عارف كل واحد الورك لود اللي معاه ايه. يعني مجرد ما بفتح هي موظف عندي، انا عارف التاسكس اللي معاه النهارده صح، وهيسلمها امتى بمواعيدها، بوان كليك في وان شيت. فعمري ما يبقى في حد اوفر وومد او معاه شغل اكتر من اللي هيقدر يعمله، فبالتالي هيتاخر عليه. فبالعكس، التكنولوجيا بتساعد على تنظيم الشغل، زياده الانتاجيه، ودفع عجله الانتاج للامام دائما وابدا. ولما فيش قدامنا حل، لو عايزين نكبر ونتطور، غير ان احنا نزود من استخدامنا للتكنولوجيا ونطور من البنيه التحتيه بتاعتنا. ناس اون جوينج بروسيس. يعني انا بقول لك، انا وصلت لمرحله النهارده مرضيه، ولكن لازم يفضل دائما وابدا ايدينا في الموضوع وشغالين عليه من اجل تطويره الافضل والافضل والافضل عشان نواكب التكنولوجيا العالميه.